زين، المولكيولر ويت لهذا المركب راح اقسمها على الاكوفالنت ويت حتى اطلع الاكوفالنت ويت اقسمها على الفالانس. فالاكوفالنت ويت يساوي المولكيولر ويت لهذا المركب 138 على 1 اللي هو البالانس، راح يطلع لي 138. هذا الاكوفالنت ويت. انا بجيب ال 138 اضربها في 1 على 1000 حتى اطلع لي كافئ الملي اكوفالنت الواحد. نفس الخطوات راح تطلع لي 0.138 غرام. هذه تكافئ لي ملي اكوفالنت واحد، يعني هاي دنها 3 مرات بتساوي 138 ملي غرام. اساوي نسبة وتناسب، هاي ال 138 ملي غرام هي تمثل الملي اكوفالنت الواحد. اذا اني عندي شقد 14 و400 ملي غرام، كم ملي اكوفالنت تكافئ اكس؟ الاكس راح تطلع لي 104.3 ملي اكوفالنت لهذا المركب. زين، هسه لعلكم تتساءلون اني ليش اسوي هاي الخطوات؟ اسوي هاي الخطوات حتى اطلع الكمية اللي تكافئ لي ملي اكوفالنت واحد، حتى اسوي نسبة وتناسب، اقول هاي الكمية تكافئ ملي اكوفالنت واحد. زين، اني عندي هاي الكمية، كم ملي اكوفالنت تكافئها؟ اسوي نسبة وتناسب واطلع الكمية اللي تكافئها. نوب، اجمع مع المركب الاول اللي طلعناه ذيك الساعة والمركب الثاني اللي طلعناه هسه حتى اطلع الكمية الكلية. نجي هسه على الملي مول والمايكرو مول. هنا أنا اكسبرس انه حتى اعبر عن تركيز الالكترولايت، ممكن اكو طريقة للتعبير هي بوحدة الملي مول الكل لتر. زين، المول هو شنو؟ هو شلون نطلع؟ يقول المولكيولر ويت اوف سبستانس ان غرام. تعرفون انتو قانون عدد المولات هو الكتلة على الكتلة المولية، بغض النظر عن الهوسة، هاي كلها مجرد ما تقسمون الكتلة اللي نعطيكم اياها على الكتلة المولية ايش راح تسوون؟ راح تطلعون عدد المولات. مثلا هنا أنا يريد كم ملي مول اوف المونو بيسك صوديوم فوسفيت، بس انتو راح تطلعون عدد المولات بالاخير بالمول، لازم تحولوه الى الملي مول، فلازم تضربوه في 1000. المهم هنا أنا نعطيني المولكيولر ويت هي 138، وهاي 138 وين موجودة؟ موجودة ب100 غرام. المهم اجا انا عدد المولات شنو؟ الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة المولية شقد هي 100 غرام، المولكيولر ويت شقد هي 138، فمن نقسم 100 على 138 راح يطلع الناتج 0.725 مول. زين، اضربه في 1000 حتى احوله الى ملي مول. هنا انا هو شو مسوي لكم؟ قال لكم المولكيولر ويت هو 138، فحسب تعريف المول هو المولكيولر ويت مال ماده بالغرام، يعني المول الواحد يساوي هاي المولكيولر ويت بالغرام، يعني يساوي 138 غرام. فاذا المول الواحد يساوي 138 غرام، اذا انا اريد لي كافئ لغرام واحد فهو اكس مول، وسوى وسطين بطرفين ومقسم على معامل اكس اللي هو 138 ومطلع النتيجة. هسه انتو شو تساوي؟ هنطبق لكم حسب الملزمة انه المول الواحد هو يساوي للمولكيولر ويت بالغرام، يساوي 138، وتم نسبة وتناسب ونحل. هسه هذا راح نحله بورقة وقلم. من عندي ريد احول بلاد ليفل اللي 0.5 مايكروغرام واثنين، وناطيني المولكيولر ويت احوله الى مايكرو مول الكل لتر بطريقه الدايمنشنال اناليسيس. ايش قايل لي؟ قايل لي 0.5 مايكرو غرام الكل ملي لتر. زين، اني شو اريده؟ اريد الناتج الاخير طالبه بوحدة المايكرو مول الكل لتر، فاقول اذا 0.5 موجودة بالمليليتر الواحد، اذا اني اريده بالف مليليتر شقد راح يكون اكس؟ فالاكس راح تساوي 500 مايكرو غرام، هاي القيمة الكل لتر.
زين حتى اطلع الناتج بالمايكرومول الكلتر ايش اسوي؟ طبعا هاي مايكروغرام، واحد مايكروغرام راح تساوي لي واحد مايكرومول، فنفسه مجرد اقسم هذا القيمه اللي حصلتها على المولكيولر ويت مال المركب، يعني اقسم ال 500 على 467.52 مايكروغرام هاي مال المركب، راح يطلع لي الناتج 1.07 مايكرومول الكلتر. هنا اذا طريقة الدايمنشنال هو قايل لكم 0.5 مايكروغرام موجودة لكل واحد مليليتر، اني اريدها بالوحدة المليليتر، فلازم حتى احولها الى شنو؟ احولها الى مليليتر، اضربها في 1000 مليليتر على 1 لتر. النوب احنا عندنا المولكيولر ويت لهذا المركب 467.52 مايكروغرام، احنا نريده بوحدة المايكرومول، تختصر المايكروغرام هي المايكروغرام والمليليتر ويا المليليتر، يبقى بس عندي مايكرومول على لتر. هاي هم تطلع لكم 500 تقسيم نفس الشيء، هم 500 تتقسم على هذا الرقم ويطلع الناتج 1.07 مايكرومول الكل لتر. طريقة ثانية، هاي بالنسبة للتركيز الأول للصفر بوينت خمسة، نفس الشيء المن الاثنين مايكروغرام، مش أقول هاي البرقة صارت بوصص. هنا أنا هم نفس الشيء أقول 0.5 مايكروغرام لكل مليليتر، نضربها في 1000 على لتر على مود نحولها، والمايكرومول حتى احنا نريدها بوحدة المايكرومول مقسومة على الكتلة المولية، ونطلع النتيجة. وهذا المركب الثاني هم 2 مايكروغرام لكل مليليتر، اضربها في 1000 مليليتر على مود التحويل في 1 مايكرومول، لان اريدها بوحدة المايكرومول على الكتلة المولية، واسوي نسبة وتناسب، اقول 2 مايكروغرام موجودة بمليليتر واحد، اذا ب 1000 مليليتر ايش قد موجود؟ يطلع لكم الناتج، الناب الناتج اللي انتم حصلتوه تقسموه على المولكيولر ويت ويطلع لكم الحل الاخير. زين اكو طريقه ثانيه للحل، احنا قلنا عدد المولات شو يساوي؟ يساوي المولكيولر ويت بالغرام، مو لو مو هذا وياه المول هي المولكيولر ويت بالغرام، يعني هسه الواحد مول ايش قد المولكيولر ويت؟ 467.5 غرام، تمام؟ نفس يعني اذا اريدها 1 مايكرومول، يعني هم 467.5 مايكروغرام، هي مجرد احنا ما قلنا هذا في 10 اس سالب 6 وهذا في 10 اس سالب 6، حطينا مايكرو او 10 اس سالب 9. زين شو نسوي بعدين؟ مجرد نقسم هاي القيمة اللي حصلناها على النواتج اللي بالسؤال، يعني هاي 467.5 مايكروغرام مرة أقسمها على نص ومرة أقسمها على اليمن على الثنين، بس الناتج اللي راح يطلع لي راح يطلع لي الكل مليليتر. هنا المول الواحد هو المولكيولر ويت بالغرام، اذا مايكرومول يعني هاي القيمه راح تصير شنو؟ راح تصير مايكروغرام. النوب اقسم الواحد مايكرومول على الاكس القيمه اللي ناطيناها بالسؤال هي تراكيز هذا المركب، مره نص ومره 2 مايكروغرام، راح يطلع لي الناتج المن الكل مليليتر. انا اريد الكل لتر اضربه في 1000 والناتج هذا اضربه في 1000 حتى اطلع القيمه المايكرومول الكل لتر، لانه اصلا يريد احولهم الى مايكرومول الكل لتر. فانتو بكيفكم، اما هاي طريقة او ديش طريقة، او هو يطلب من عندكم طريقتين، انتو يا طريقة تختاروها بعد يمكم، ويا قواعد ثابتة مجرد انتو تفهموها وتحفظوها حتى تطبقوها. بس شوفوا بهذا المركب نفسه لنفس خطوات هذا، الناتج اضربه في 1000 حتى احوله، ومجرد اقسم المولكيولر ويت حتى تركز اللي نعطيني اياه بالسؤال. نجي هسه على اليمن على الاوزمولارتي، الاوزموتيك بريشر هذا نوع من انواع الضغط بروبشنال، يتناسب هذا يسموه الضغط التناضحي،
من احط محلول يعني محلولين بتراكيز مختلفة وبيناهن غشاء شبه نافذ، راح يعبر المذيب من التركيز المنخفض للتركيز العالي حتى يخففه، حتى يخلي التركيز متساوي بالجهتين. والضغط اللي مسؤول عن هاي العملية اسميه بالأوزموتيك بريشر. طبعا اكو عوامل تأثر به وهو يعتمد عليها ويتناسب وياها، هي عدد البارتيكلز الجزيئات اللي موجودة بالسوليوشن. زين ذا يونت الوحدة يوز حتى اقيس الأوزموتيك كونسنتريشن، شي يسموها الملي أوزمول، هي الوحدة اللي تستخدم لقياس الأوزموتيك كونسنتريشن. طبعا اني بما انه الأوزموتيك بريشر يعتمد على عدد البارتيكلز اللي موجودة بالسوليوشن، احنا قلنا المواد الالكتروليتية تتحلل الى هواي بارتيكل بينما الغير الالكتروليتية تبقى جزيئة كاملة. فهنا أنا لازم انتبه انه معامل التفكك راح يدخل بالقانون اذا كانت المادة الكترولايت، لانها راح تتفكك وراح تعطيني ايونات اكثر وراح تأثر لي بالأوزموتيك بريشر. فهنا أنا ايش قايل لكم، الدكستروز اللي هو يعتبر النن الكترولايت، يعني هاي مادة الدكستروز ما راح تتحلل وتعطيني مجموعة ايونات. الواحد ملي مول الها هي نفسها الواحد ملي اوزمول. زين هنا العلاقة ما راح تطبق نفسها بالنسبة لمن للالكترولايت. ليش؟ لان هنا راح يصير ديسوشيشن تفكك، والتوتال نمبر اوف البارتيكل راح يعتمد على درجة الديسوشيشن. فمثلا احنا اذا الواحد ملي مول من الان اي سي ال ما راح يساوي واحد ملي اوزمول، لا راح يساوي لي اثنين. ليش؟ لان تفكك الى ايونين الان اي والسي ال، بينما سي اي سي ال 2 راح يتفكك الى سي اي وسي الات اثنين، لذلك راح يمثل لي 3 ملي اوزمول اوف التوتال بارتيكل. فاذا انتبه هنا اذا كانت الماده نان الكترولايت واحد بواحد، بينما اذا كانت الكترولايت اشوف الكم ايون تتفكك واساويين، فالان اي سي ال يتفكك الى ايونين فالواحد تكافئ اثنين، السي اي سي ال 2 تفكك الى 3 ايونات فالواحد تكافئها 3. زين قانون اذا اردت اطلع الملي اوزمول على اللتر، اقسم الوزن بالغرام على اللتر على المولكيولر ويت اضربه في النمبر اوف سبيشيز اوف الف. زين هنا شنو الفرق بين الاوزمولاريتي والاوزمولاريتي؟ هنا لازم ديستينكشن، لازم افرق بين هالمصطلحين. الاوزمولاريتي هي الملي اوزمول اوف السوليوت بكل لتر من المحلول، بينما الاوزمولاريتي هي الملي مول اوف السوليوت بكل كيلوغرام اوف السولفنت. هن اثنيناتهم ملي اوزمول، لكن ذيك الملي اوزمول بكل لتر هاي يسموها اوزمولاريتي، بينما بكل كيلوغرام يسموها اوزمولاريتي. زين اذا كان محلول مخفف وسائل فالاوزمولاريتي والاوزمولاريتي ايش راح يكونن؟ راح يكونن ايدنتيكال، متطابقات. فهنا انتبهوا بالسؤال، اذا يقولوا لكم ديليوت اكي والسوليوشن فالاوزمولاريتي والاوزمولاريتي نفس الشيء. زين اكو جهاز اسمه اوزموميتر، هذا يستخدم باللابراتوري في المختبر حتى اقيس به نسبة الاوزمولاريتي. زين هنا نقول شقد ملي اوزمول موجودة بلتر بتركيز 0.9% صوديوم كلورايد سوليوشن. اكو طريقتين للحل، اول طريقة خلي اشرحها هي طريقة القانون. القانون شو يقول؟ حتى احنا نطلع الملي اوزمول الكل لتر شو يساوي لي؟ يساوي لي الويت اوف سبستانس بوحدة الغرام على لتر، هذا اصلا تركيزية مال كلاوات، المهم على المولكيولر ويت مضروب فيه النمبر اوف سبيشيز، يعني كم ايون تفكك اله مضروب في الف ويساوي ملي اوزمول اني اريده. زين بعد معطيات السؤال نعطيني هنا التركيز والكتلة المالية المركب الـ NaCl
وبما انه NaCl كم ايون يتفكك؟ راح يتفكك هذا ال NaCl الى ايون، يعني اللي هو ال Na والCl، فعدد السبيشيز جاهز 2 مضروب في الف. المولكيولار ويت لل NaCl ايش قد مقدارها؟ مقدارها 58.5. يبقى ايش عندكم؟ عندكم التركيز هناك نسبة مئوية 0.9%. هذا معناه شنو؟ معناه 0.9 على 100، 0.9 غرام الكل مليليتر. زين أنا أريد اللتر، فهنا أنا لازم أحوله. شلون أحوله بقى؟ أقول إذا 0.9 موجودة بالميت مليليتر، إذا أنا أريدها بألف مليليتر اللي هو اللتر جقد، فتصير ألف مضروبة في 0.9 مقسومة على 100، الصفرين ويا هاي تروح 10 في 9 ويساوي لي 9 غرام. هاي طلعت 9 غرام الكل لتر، فهنا أنا جهز عدي 9 غرام الكل لتر، ويطلع لي قيمة الأكس 307.7. هذه طريقة القانون، مجرد أني أحول الوزن من نسبة مئوية لوحدة الغرام على لتر وأقسمه على الكتلة المولية، أضربه في عدد الجزيئات اللي يتفكك إلها اللي هن 2 وأضربه في ألف. بس هاي انتبهوا لها، شلون أحول النسبة المئوية؟ دائما هسه مثلا إذا عندي 1%، هاي قصدهم يعني الكل 100 أكو 1، وهاي الوحدة دائما 1 غرام، ووحدة المية دائما تكون بالمليليتر. زين حسب القانون قايل غرام إلى كل لتر، فلازم المية تتحول إلى لتر بطريقة النسبة والتناسب. زين نجي على السؤال الطريقة الثانية. الطريقة الثانية شوفوا هاي الملاحظة بالأول قبل أن نشرحها. هنا الأوزموتيك كونسنتريشن، التركيز بوحدة الملي أوزمول، يعتمد على من وعلى من يتأثر؟ قلنا يتأثر بالعدد الكل للجزيئات الموجودة. هنا أنا عندي الصوديوم كلورايد راح يتفكك إلى جزيئين، يعني 2 ملي أوزمول، الملي مول الواحد يمثل لي شقد؟ يمثل لي 2 ملي أوزمول. زين الطريقة الثانية شلون نصير؟ هسه احنا قلنا الـ NaCl راح يتفكك إلى آيون، يعني الـ Na والCl، يعني ملي أوزمول وملي أوزمول يعني 2 ملي أوزمول، هي اللي تكافئ لي 1 ملي مول، وكتلته المولية بالغرام 58.5 بالمليغرام. زين هو ايش رايد من عندي؟ رايد من عندي كم ملي أوزمول؟ بالسؤال رايد من عندي ايش قد ملي أوزمول تكافئ هذا التركيز؟ أنا عندي 2 ملي أوزمول تكافئ هذا، كم ملي أوزمول يكافئ 0.9%؟ دخل أحول هسه 0.9% إلى هم وحدة تركيز مثل الأوادم، أحولها إلى حجم معين بالمليغرام. شلون أحولها؟ هاي 0.9 الكل 100 قلنا غرام الكل 100 مليلتر. زين إذا أنا أريدها بوحدة اللتر، إيش قد سويناها قبل شوية وطلع 9 غرامات، يعني 9000 ملي غرام. هاي موجودة وين؟ موجودة بلتر واحد. زين هاي كم ملي أوزمول تمثل؟ نقول إذا هاي 58.5 تمثل 2 ملي أوزمول، 58.5 تمثل 2 ملي أوزمول، 9000 إيش قد تمثل؟ إكس. فراح تصير 2 مضروبة في 9000 ومقسومة على معامل إكس اللي هو 58.5. 2 في 9000 مقسومة على 58.5، هم راح يطلع لي النتيجة 308 ملي أوزمول. تتأكدون من هاي الطريقة إذا طلبوها منكم بطريقة القانون، طبعا طريقة القانون أسهل وياها ما بيها شي.
مجرد تسووا النسبة وتناسب، أول شي تحولون التركيز اللي نعطيكم إياه بنسبة مئوية تحولوه إلى يعني تشوفون إيش قد كم غرام هذا يمثل هذا التركيز، وهذا التركيز المليغرامات اللي طلعت لكم كم ملي أوزمول تمثل مجهولة، بس تعدكم معلوم إنه من السؤال قال لكم 2 ملي أوزمول لهذا. فإذا أنا عندي هذا كم ملي أوزمول يمثله نسبة وتناسب وأطلع النتيجة. نجي هسه على اليمن على السؤال اللي بعده. هنا يريد من عندي شنو الملي اكوفالنت، راح نرجع القوانين الملي اكوفالنت للصوديوم وللبوتاسيوم وللكلورايد. بعد ذلك يريد من عندي الملي مول مال انهيدروس ديكستروز. شوف هذا ديكستروز انتبهوا له ما يتفكك. And the osmolarity of the following parenteral fluid. زين هسه واحدة واحدة، أول شي شريد نطلع الملي اكوفالنت، تمام؟ نفس الخطوات. أول شي شأحتاج خلوا الحل قدامكم والحل قدامنا سويا. عين المولكيولار ويت كنا نقسمها على عدد التكافؤ حتى شو نسوي حتى نطلع الاكوفالنت ويت، تمام؟ زين شو من آخر الموبايل صار ضوء زين واخر الموبايل هنا. اول شيء احتاج اطلع الاكويفالنت ويت يساوي المولكيولار ويت على الفالنس، ويساوي المولكيولار ويت 58.5 على الفالنس مال ان اي سي الواحد، ويساوي لي 58.5. اريد اطلع القيمه اللي تكافئ من اللي اكويفالنت واحد، راح اضرب هذا الاكويفالنت ويت في 1/1000 تطلع لي النتيجة 58.5 ملغرام. هاي بعد تحويلها طبعا لان النتيجة تطلع بالغرام. زين هاي يطلع لي 58.5 ملغرام، تكافئ لي شقد؟ تكافئ لي ملي اكويفالنت واحد. زين بالسؤال كمية الصوديوم وكلورايد ايش قد؟ 4.5 غرام، تمام؟ وش اريد؟ اريد الملي اكوفالنت الهن. فهنا ايش اسوي لهاي الملي غرامات اللي انا حصلتها؟ طبعا هاي بوحدة الغرام تساوي لي او ما يحتاج خليها بالملي غرام. بالسؤال ايش قد عندنا؟ عندنا 4.5 غرام، يعني 4500 ملي غرام. أقول إذا هذه 58.5 ملي غرام تمثل ملي اكوفالنت واحد، لعد هاي 4500 ملي غرام اللي جبتها من السؤال كم ملي اكوفالنت تمثل؟ فالاكس تساوي 4500 في 1 مقسومة على 58.5، راح تطلع لي 77 ملي اكوفالنت للان اي، ونفسها 77 ملي اكوفالنت للسي ال، لان قلنا الملي اكوفالنت متساويات مال انيون تساوي الكاتيون. هنا خل اعيد لكم اياها، هاي تعرفوها. اول شيء حتى طلع لي اكوفالنت ويت اقسم الكتله الموليه على التكافؤ، الخطوه الثانيه اضربها دائما في 1/1000، الناتج اللي راح احصله يمثل ملي اكوفالنت واحد. زين انا ما اريد ملي اكوفالنت للناتج اللي حصلته، اريد ملي اكوفالنت العدد الملي غرامات اللي ناطيني اياها بالسؤال. اجي على السؤال ما ناطيني ملي غرامات، ناطيني غرامات. فهنا لازم ايش اسوي؟ لازم اوحد الوحدات. فايش سويت؟ حولت الغرام، هي 45 غرام، يعني 4500 ملي غرام، 4.5 ملي غرام العفو، يعني 4500 ملي غرام. وسويت نسبة وتناسب، قلت ال 58.5 اللي أنا حصلتها تمثل ملي اكوفالنت واحد، فذا 4500 كم ملي اكوفالنت تمثل؟ هاي فقط المن، فقط للان اي سي ال. نبدي هسه بمن؟ نبدي بالمركب الاخر اللي هو الكي سي ال. نفس الوضع، أول شي خل أقسم الكتلة المولية اللي هي 74.5 على الإكوفالنت ويت اللي هو 1، ويطلع لي 74.5. النوب أضربه في 1/1000
يطلع لي 74.5 ملي غرام. هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي ملي اكوفالنت واحد. زين بالسؤال ايش قد نعطيني البوتاسيوم كلورايد؟ نعطيني 1.49 غرام. هذا حتى اضربه في 1000 شو يطلع لي؟ 1490 ملي غرام. فأقول إذا ملي أكوفلنت 74.5 ملي غرام، إذا أنا عندي 1490 ملي غرام، كم ملي أكوفلنت؟ مجهول. فالأكس يساوي هذا في هذا تقسيم معامل أكس اللي هو 74.5، وراح يطلع لي 20 ملي أكوفلنت هي للكي، ونفسها 20 ملي أكوفلنت للسي آل. نجلس على اليمن على المركب هسه كملنا ال N A وال K وال Cl. هو شو يريد من عندي بالسؤال؟ يريد من عندي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد بأول مطلب، حسبتهن كلهن، اجمع له طلع له التوتال. 77 لل N A، 77 لل Cl، وال K طلعناها 20. أجمعهن مجموع الملي اكوفالنت 77 زائد 20 يطلع لي 97 ملي اكوفالنت. زين جلسة على المطلب الثالث. تبولي هنا احنا اش طلعنا؟ طلعنا ال N A مقدارها 77 تمام، وجينا طلعنا الكي مقدارها 20، يبقى السي ال هنا 20 وهنا 77، فأجمع 77 زائد 20 يساوي 97. هاي الملي اكوفالنت مالت من؟ مالت السي ال السالب. زين نجي هسه على اليمن على الديكستروز. هنا الديكستروز شنو اللي يميزه؟ يميزه انه ما يتفكك. زين هنا الكتلة المولية للديكستروز هي 180 ملي غرام، وهي تمثل لي 1 ملي مول من الديكستروز ما يتفكك إلى ملي أوزمول، وهي هاي الملي مول نفسها 180 ملي غرام. زين بالسؤال كم ملي غرام ناطيني للديكستروز؟ ناطيني 50 غرام. يعني ايش قد ملي غرام؟ يعني 50,000 ملي غرام. 50,000 ملي غرام للديكستروز. كم ملي مول تقابل اكس؟ انا شو اطلع الملي مول مال ديكستروز. فمن السؤال قايل لي 1 ملي مول استنتج تكافئ 180 ملي غرام اللي هي المولكيولار ويت مالته. اذا انا عندي 50,000 ملي غرام ايش قد؟ راح تطلع لي الاكس تساوي 278 ملي مول. طلعت الملي مول مالت من؟ مالت الديكستروز. خب ماكو اسهل من عدها، مجرد نسبة وتناسب. هو 50,000 كم ملي مول الى اذا 180 يكافئ 1 ملي مول؟ شلون هذا السؤال اللي قبل شوية حليناه؟ هذا بس هنا أنا بالان اي سي ال الواحد ملي مول ساوت لي 58.5 قبل تمام، بس هنا لان يتفكك الى 2 ملي اوزمول سوينا، واحنا نريد عدد ملي اوزمولات اصلا ما نريد ملي مولات، سوينا نسبة وتناسب ويا الملي اوزمول، انه هاي 58.5 مال واحد ملي مول كافئ لي 2، وال 58.5 هي شنو؟ هاي هي المولكيولار ويت للان اي سي ال، تكافئ 1 ملي مول وتكافئ 2 ملي اوزمول، وساويت نسبة وتناسب. نفس الشيء هنا أنا بالديكستروز، همات يعني المولكيولار ويت إلى 180 وهي اللي تكافئ لي 1 ملي مول، وأسوي نسبة وتناسب. آخر شيء إيش أريد؟ أريد الأوزمولاريتي. هنا أنا مجرد الأرقام اللي طلعتها أضربها في عدد الجزيئات اللي تفكك إلها المركب. هسا الديكستروز أول مركب عندي، الديكستروز هذا ما يتفكك، فعدد الجزيئات هي 1 يبقى 1. زين احنا شقد من حسبنا شقد الملي مول مالته؟ حسبناه
يطالع 278، فمجرد أضرب هاي الواحد في 278، واحد ملي مول في 278 بارتيكل لكل ملي مول، راح يطلع لي الناتج 278 ملي مول، وهو نفس الملي أوزمول، لأن هي يعني راح يتفكك إلى ملي أوزمول واحد. نجي هسه النوب على اليمن على الـ NaCl. الـ NaCl يتفكك إلى أيونين، فاثنين في زين إيش قد الملي إكوفالنت أو الملي مول اللي طلعتها للـ NaCl حسبناها قبل شوية، الـ Na 77 والكي 20 طلعناها، الكي سي ال 20 بـ20، فهذا في 77 يطلع لـ 154 ملي أوزمول. زين المركب الثالث الكي سي ال، هذا هم يتفكك إلى أيونين، أيون الكلورايد وأيون البوتاسيوم، فهم اثنين في إيش قد قيمة الكي سي ال؟ قلنا 20 لكل واحد، 20 و20 المركب كله بهالحالة يطلع لي 40 ملي أوزمول، فمجرد الملي إكوفالنت أو الملي مول اللي طلعناها للمركب حسب إذا كان إلكترولايت أو نان إلكترولايت. الدكستروز اللي ما يتفكك خذنا الملي مول، وهذا اللي يتفكك خذنا الملي إكوفالنت. زين طلعنا عدد الملي أوزمولات الكلية، أجمعهن مالت الدكستروز ومال إن أي سي آل ومال كي سي آل، يطلع حاصل جمعهن الكلي اللي مطلوب من عندي بالسؤال 472 ملي أوزمول، ولهنا خلصنا الملزمة.